السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. بهذا الفيديو دا اسولف لكم موقف حقيقي صار وياي قبل ايام، ووقف وياي هذا الباور بانك انكر موقف الرجال. هذا موقف حقيقي بالكامل. كنت متابعين القلمات، كانت عندي سفرة لدبي. اللي صار انه بقيت هناك تقريبا 4 ايام، بعدها حولت لفندق اخر، فحجزت من خلال موقع مشهور جدا اللي من خلاله تحجز الفنادق. حجزت ودفعت المبلغ مقدما، كان تقريبا بحدود 350 دولار. رحت لمكان الفندق، اخذت تاكسي ورحت، اخذت الغراض مالتي، نزلت اضوع اكو بنايه. هذه البنايه تقريبا 30 طابق، الفندق اللي هو ما اذكر اسمه فارغه. اوكي، يعني هذا اللوكيشن على الموبايل وهذا الاسم، بس البنايه فارغه. هنا حسيت انه ضحك علي حرفيا. جانب البناية اكو KFC، فرحت استفسرت منهم، قالوا انه هذا الفندق صار له يعني 3 اشهر مسدود ومن تقليم. معقولة انه نضحك عليه؟ طيب فندق معروف، الموقع اللي انا حاجز من عنده معروف، ايضا التقييمات مالته حلوة، شنو اللي صار؟ هنا انا صدق ضجت وردت انه اغير التذكرة مالتي وارجع، كانت على الاماراتية، اغير التذكرة وارجع. ابوع الموبايل الشحن ما تنكمل، ذكرت انه هوني اكو عندي بالجنطة على الظهر هذا الباور بانك، انه داريد اسوي مراجعة اليه. والله استخدمته، الشحن مالته كلش سريع فاست، استخدمته وشحنت الموبايل، داريد ابدل التذكرة. بعدين قلت اوكي والله خلي ادور باللوكيشن، دورت شفت اكو فنادق بهيج اسم، بس اخر كلمة ماكو، باقي بس اول كلمتين. يعني ما صار فيه شنو اللي صار، ساعة كاملة اني افتر بالمكان على GPS لحد ما وصلت للفندق. بعدين طلع انه هذا الفندق هو عبارة عن سلسلة من الفنادق في نفس المكان، موجود تقريبا 4 او 6 فنادق بنفس الاسم، عبارة عن سلسلة. الحمد لله وصلت بالنهاية، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الباور. السعة مالته هي 13400 ملي امبير، يعني تقدر تشحن الموبايل مالتك 3 مرات كاملة. للعلم انه 13400 في كل انواع الباور اللي موجودة انه هو مو كامل، ممكن يكون اقل من هذا الرقم، بس احنا خلي نشوف على اقصى بطارية موجودة بالتليفونات، نقول مثلا 4000. 4000 في 3، يعني تقدر تشحن الجهاز مالتك 3 مرات بدون الحاجة ان تشحن الباور مرة ثانية. فهذه النقطة كلش حلوة. ايضا ميزة الشحن السريع، واكو عندنا 2 منافذ، عندنا منفذ USB العادي، وايضا عندنا USB 3 او الكويك تشارج. الكويك تشارج جدا رهيب، هذني منافذ 2 اوتبوت، وعندنا منفذ الانبوت اللي هو المايكرو USB، كنت اتمنى يكون تايب سي، كان الشحن يكون بعد اسرع ان نقدر نشحنه. طيب اكو منتج مشابه اليه اللي هو من سامسونج، السعه مالته بحدود 10000 ملي امبير. هذا منتج القياس مالته يكون اصغر، منتج انكر هذا اصغر من منتج سامسونج، بالاضافه الى انه السعه مالته اكبر وسعره اقل. طبعا اذا تردون تشوفون المنتج او تشتروه موجود عند كل المحلات اللي موجودة بالعراق. الشيء الحلو انه اكو ضمان استبدال لمدة 18 شهر، يعني اي شيء يصير بهذا المنتج تقدر تستبدله. طبعا اكيد مو حالات سوء الاستخدام انه يسقط عليه مي او يسقط من الارض، انه يتلف المنتج من تلقاء نفسه او بخلل مصنعي او انه يفقد الشحن بسرعة، يعني كل هذه المشاكل اللي للاستخدام العادي تقدر انه تستبدله. المهم هذا الفيديو انتهى، وصلت الى نهايته، وحبيت اوضح لكم الموقف اللي صار وياي، بالاضافة اعطيكم المواصفات الخاصة بباور بانك انكر. فشكرا انكر لانه وقف وياي وقفة. الموبايل مالتي كان طافي، ما اعرف وين اروح، اريد اغير التذكرة، اريد اشوف مكان الفندق، فشحنته. وهذه الصورة اللي دا تشوفوها هي كانت للباور بانك وهو يسعف الجهاز مالتي. اي سؤال عندكم او استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات.